مايكل راجع لبرلين بعد 7 سنين عشان يشوف حبيبته جابي اللي من ساعة لما سابته بتشتغل في الخياطة، عايز يتقل عليها ويعمل نفسه انه راجع بس عشان يسلمها المفاتيح بتاعتها. صاحبه جورج عمال بيضحك عليه ويقول له هي بتحبك وانت بتحبها، حاول ما تتكلمش كتير بس وسيب العيون بينكو تسلم على بعض. يسلموا شنطته ويمشي، ومش عارف مايكل يدخل لحبيبته جابي ازاي. لما طلع العمارة سمع صراخ غريب ولقى الباب مفتوح وجابي مش موجودة، يروح ينادي عليها يلاقي فن التكييفات بيصلح وحالته غريبة، ويقول له معرفش جابي هنا ولا لا، يخاف منه مايكل وشكل الفني بيتسعر وحالته وايده غريبة، ويروح يحاول مايكل يرن على تليفون جابي ولكن يلاقيه مقفول. يجي مساعد الفني هاربر يسأله مايكل عن جابي، يقول له اه راحت تجيب حاجة وجاية، ولما يروح على الفني يلاقيه بيترعش ويهجم عليه. دوس. واول لما يشوف مايكل يجري عليه، ومايكل نزل به للسلم وتليفونه وقع بس نجح يحبسه بره البيت. ولما يبصوا على الشارع يلاقوا كل الناس مسعورة وبتجري تهجم على بعض، حتى الشرطة منهم. الناس العادية بتتعض من هنا وبتتحول بسرعة، وجارهم شكله معضود بس لسه ما تحولش. يروح مايكل يفتح التلفزيون يشوف فيه ايه، لقى المسؤولين بيطمنوا الناس ان حصل شوية حالات مرضية لبعض الناس، وبيأمروا الناس كلها تفضل في البيت وما يروحوش يدوروا على عائلاتهم او اصدقائهم، ويستنوا مساعدات الشرطة ليهم. والوضع مش مقلق والشرطة مسيطرة على كل حاجة. التلفزيون يفصل، يروح مايكل يحاول يشغل الراديو، وواحد جارهم اسمه اوليف بيقول لهم لازم حد منا يستغل اختفاء الزومبي وينزل يقفل بوابة البيت. تطوع جون، ولما ينزل يقفل البوابة الزومبي اصطادوه، وزعلانة حبيبته أنيتا عليه. ولما يروح مايكل يشغل الراديو يلاقي رسالة مسجلة ان الوضع خرج عن السيطرة وفيروس الزومبي انتشر في ألمانيا لسبب مجهول، ولازم الناس تفضل في بيوتها، والفيروس بينتشر بسبب العض، ولو اتعضيت لازم تهدى وتبعد عن الناس وتاخد اي مسكنات، والفيروس مرتبط بالادرينالين، كل ما كنت هادي كل ما كان جسمك في البداية عنده قدرة على مقاومة الفيروس. والجيش نزل بيحاول يسيطر على الوضع، الإحباط واليأس سيطر على الكل، وراح هاربر يعمل أسلحة بالشوك عشان يحارب بها الزومبي. يتضايق عليه مايكل ويقول له جابي لما ترجع هتتضايق جدا. يتعصب عليه هاربر ويقول له يعني هتنجو من الزومبي وهتشتكي اني بوظت طقم الشوك بتاعها؟ يقول له مايكل طب ساعدني، اخد تليفوني اللي وقع من على السلم نحاول نطلب المساعدة او حتى ارن عليها. محضر هاربر النبلة والشوكة وشكل الوضع هادي على السلم، ولما يروح مايكل ياخد التليفون محضر نفسه هاربر بسرعة عشان لو حصل حاجة. الزومبي جم وخد مايكل التليفون ودخل الشقة، بس فشل يمنع الزومبي بسبب كترتهم، وراحوا استخبوا منهم في الأوضة. يلاقي مايكل جورج صاحبه مكلمه 6 مرات ويقول له الزومبي كمان انتشر عندنا، احنا مستخبيين في محطة اطفاء الحريق، لازم تحاول تجيلنا. يقول له مايكل مش هاجي غير بجابي. يروح هاربر يحاول يكلم امه وللأسف ما يلاقيش رد، قلقان عليها، ويحاول مايكل يهديه، ومشكلتهم دلوقتي هي الاكل. لقوا جارهم هيك يقول لهم ان مراتي اتعضت والمسكنات خلصت مني، وجارتكم يا مايكل برام كامب ابنها صيدلي، لو رحتوا وجبتوا مسكنات من عندها انا عندي اكل كتير هبعت لكم بالحب. يصحى مايكل تاني يوم من النوم ياكل اكل الارنب بتاع جابي، ويلاقي جاره المعضود انتحر. استفاد مايكل من موت جاره انه عرف الحديدة اللي في السقف، عمل بها كتلة عشان يكسر بها حيطة جارته برام كامب ويجيب منها المسكنات، يندهش هاربر منه ويصوره بكاميرته. بسبب صوت كسر الحيطة الزومبي جم عليه، بس نجحوا يوصلوا لشقة جارتهم برام كامب وسدوا الحيطة، بس ايد مايكل اتجرحت بسبب كسرهم للحيطة. ولقى مايكل جارته برام كامب جاي عليه يقول لها احنا بس عايزين مسكنات ونمشي. تهجم عليه ويروحوا استخبوا منها بسرعة، ويفتح مايكل الدرج ما يلاقيش مسكنات، كلها مجرد أدوية برد. والزومبي دخلوا الشقة واستخبى هاربر فوق الدولاب، وهرب مايكل لقى قبو غريب وداه لغرفة في سطح البيت لقى فيها حبيبته جابي مستخبية، تفرح لما تشوفه ويفرح لما يشوفها ويقول لها كل ده حصل لي عشان بس أجيب لك المفاتيح، ووقعت أصلا، والزومبي أصلا كده كده كسروا الباب، بس يلاقي ابن الست برام كامب جابي هي حبيبته على طول 7 سنين، ويقول ده مايكل معضود
يقول له لا انا بس اتجرحت بسبب كسر للحيطه، تدي له جاب المسكنات وتطلب منه يمشي فورا. مصدوم انها كل ده ما كانتش بتخيط الهدوم، لا دي كانت بتخيط ابن الجيران، ويجي يهدده ويطلب منه يمشي فورا. طلع السطح مصدوم بعد كل ال7 سنين دي، كل احلامه ضاعت على الفاضي، وجابي طلعت بتخونه، وفيروس الزومبي انتشر والعالم اتدمر بالكامل، ما فيهوش مكان امن، ومش مع مايكل غير شريط مسكن، ويبص من السطح يلاقي مركب لفردين فقط. ممكن يكون ده الحل الوحيد لخروجهم من هنا، بس السؤال هيوصل له ازاي والزومبي مليين المكان. هاربر وهو مستخبي يفتكر ان عين البشر الحيه بتتاثر بكشاف الكاميرا، فما بالك بعين الزومبي الميته، ولما يروح يجرب عليهم تجربته نجحت فعلا، وهي دي وسيلة خروجه من هنا او حتى خروجه من العمارة دي كلها. اتسلق مايكل الجدران ووصل لشباك العمارة، لقى الزومبي عند شقة هيك، فلازم يشتتهم عشان يوصل، يلاقي خشبة جنبه فيروح يرميها من فوق السلم عشان يشتت بيها الزومبي، ولما يجي ينزل بسرعة لجاره هيك يقعد يخبط، وهيك مش عايز يفتح، ولكن فتح له اخيرا، وقبل ما الزومبي يهجموا عليه ويديله مايكل المسكن عشان ياخد منه الاكل. ويلاقي هاربر نزل مدخل العمارة بالكشاف ونجح يخرج الزومبي كلهم برا العمارة وقفل الباب، ومرات هيك حالتها بقت صعبة، ولما تروح تهجم على مايكل يشتتها حبيبها هيك ويموتوا مع بعض احسن من انهم يعيشوا كزومبي. خد من شقتهم مايكل كل الاكل والشرب، وراح مع هاربر قفل الباب كويس، ومعاهم انيتا واوليف اخر من تبقوا في العمارة، ومش عارفين يا ترى جثة هيك ومراته هيتحولوا ولا لا. وراح مايكل معاه كاميرا واحدة وكشاف كبير، لقاهم في بيت هيك، هي دي وسيلة خروجهم من هنا، ويقول لهم فيه قارب بيشيل 2 بس، هو ده وسيلة خروجنا، بس بما انه بيشيل 2 فهي عملية انتحارية، انهم كلهم الاربعة يركبوا عليه، بس ما عندهمش حل، لازم يحاولوا. وهم نايمين بالليل اوليف صاحي، خد الكاميرا عشان ينزل ياخد هو القارب لوحده، حست بيه انيتا، ونزل مايكل بسرعه يجري وراه، ولقى اوليف فتح الباب وخرج راح وراه، رجع بالكاميرا وقفلوا الابواب بسرعه، بس مايكل راجع معضوض جاهز لهاربر وانيتا عربيه مزوده بكشاف وكاميرا عشان يحموا هم نفسهم ويخرجوا من هنا، رغم انه ضحى بنفسه عشانهم بس مش هيعرف يهرب معاهم. وهاربر وانيتا عمالين يهجموا على الزومبي بالكشافات، وهربوا وسابوا مايكل لوحده، والزومبي مش عارفين حتى يجري وراهم بسبب الضوء الشديد، ومايكل قاعد مستسلم، اعراض الزومبي بتظهر عليه، حتى المسكن مفيش معاه غير برشامه واحده بس. يلاقي جارته برام كامب بتجري ورا ابنها بعد ما عضته، وحبيبته جابي كمان اتحولت، تهجم عليه من هنا يحضنها من هنا ويتحول معاها ويعيش معاها قصة الحب في عالم الزومبي اللي معرفش يعيشها معاها في عالم البشر، وسامحها على خيانتها. ونجح هاربر يخرج من المدينة معاه انيتا، مش عارفين هيروحوا فين، بس لسه عندهم امل في بكرة، حتى لو العالم كله اتدمر حواليهم هيدوروا على مكان امن.